اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تحية الاحترام والتقدير ومواصلة الجهد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مش نتحدث على مشكلية مزعجة مقلقة في كل مجتمع وفي مجتمعنا احنا بالذات لأنه هذا اللي يهمنا وهي عدد الذين يعمرون السجون في بلدنا معلوم انه في كل مجتمع فما انحراف فما خروج عن الجاده فما عدم استقامه وهذا يحتاج من كل دوله ان تزجر لان الزجر هو الحد الفاصل بين استعمال الحق المسموح به وبين تعدي الحقوق الاعتداء على الغير لكن وقت اللي يولي جزء كبير من شبابنا متعود على الدخول للسجون ويؤثث في السجون ونعتبر انه عادي تماما ونروف ونشوفك المشاهد المزريه قديش من مرأة كبيره وقديش من راجل كبير هو واحد في قفه ويطلع من كار لكار وباش يمشي للحبس اللي بعيد 20 كيلومتر متر وباش يوصل الماكله لولده وهي سخونه وكيفاش اكل الماكله وما توصل للولد الا قارصه وكيفاش حالته وحليلته في وسط السجن والايام اللي عاديها في وسط السجن وسال مجرب ما سالش سجن لا يعلم لا يقري لا يوري لا يهذب لا يخلق. يدخل كيما دخل كيما خرج. وحتى الجهد المبذول في بعض الاحيان لتاهيل بعض المساجين يبقى اثره بسيطا جدا. اليوم نحب نقول وان نحن في حاجه الى مراجعه السياسه السجنيه والسياسة الزجرية في بلدنا وأن حق السجين مش أنك توفر له دب ماء وتوفر له كرسي وطاولة وربما توفر له فطور والعشاء اللي هو أمر ضروري لابد منه وإنما يجب أن يتوفر في المجتمع اهتمام يجعل الناس لا ييأسون من الذين انحرفوا ومن الذين أخطأوا وغلطوا هم جزء منا ما يبغيش نخلي سوس الانحراف تنخر مجتمعنا ما نخليش الناس يتعودوا الانحراف وقاعد نشوف في بعض الشباب يدخل يخرج يدخل يخرج حتى يوصل الكهولة وبعضهم حتى للشيخوخة وقد تعود هذا الأمر هو أيس من نفسه عائلته أيست منه ولا تحمله كعبء ثقيل عليها بينما هو إنسان قابل أن يصلح نحب نقول يا أخواني الكرام وأن ما نسميه منكر نحن المسلمين هذا المنكر لا يقوم بالزجر فقط يقوم بالزجر ويقوم بالتربيه ويجب ان نقف سدا منيعا باعطاء مجموعه من القيم لابنائنا من في حاله التربيه احنا في وقت من الاوقات كنا نتصور ان دور المدرسه هو مجموعه معلومات تعطى ولذلك كانت تسمى في بلادنا احنا كتابه الدوله للعلوم والمعارف في اول الاستقلال بدلناها النظره هذه وقلنا الوزاره هذه مش تعطي علوم ومعارف مش تجمع كم من المعلومات في العقل وانما هي تربي الفرد انت تعلم فيه وانت تربي فيه يعني تكون فيه ملكه سلوكيه تجعله, تجعله يختار بين الخير والشر والحق والباطل وتكون فيه قدره على ان يتحكم في نفسه فالمدرسه بالنسبه لنا هي مؤسسه تربويه تعلم ترفع الجهاله لكنها تعطي منحى سلوكي للانسان يجعله يتمتع بمواطنته يكون ايجابي في تعامله مع وطنه المدرسه لازم تخرج لنا انسان يعرف اللي ترميت له سخ في الشارع يعتبر عيب وحرام وما هوش عمل حضاري وما هوش عمل وطني يلزم المدرسه هذه تكون فيه الملكه باش يطلب العلم لمصلحته ومصلحة وطنه باش يوظف روحه وروحه لخدمة وطنه يلزم تكون فيه الملكة باش يعرف أنه في تعامله ما يزمش يكذب على الناس وما يزمش يسخر من الناس وما يزمش يتحيل على ما الناس ينحيلهم فلوسهم إلى غير ذلك من السلوكات التي لا تتأتى إلا بسياسة تربوية نتعاون عليها جميعا واللي قاعد نشوف فيه وأن سياستنا التعليمية بدأت تضعف شيئا فشيئا إلى حد أن ولينا نتساهلوا في الشهادة ونعطيه الشهاده لكل من طلبها ومن نخليه يستنى في طابور وما يخدمش وما نعطيهش الملكه اللي تجعله قادر على ان يميز بين الخير والشر شكون اللي يحرق في الضوء اليوم في بلادنا ما اولادنا ما متخرجين من المدارس والكليات شكون اللي قاعد يتحيل ما اولادنا شكون قاعد يبيع في التكروري ويثري على عقول الناس وعلى قلوب الناس ما اولادنا ولذلك انا بالمناسبه نقول السياسه السجنيه التي تقتصر على الزجر ليست سياسة صالحة يجب أن تقترن بسياسة تربوية تحول دون الفعل الضار وإذا حصل الفعل الضار تصلح صاحبه حتى لا يعود تحية طيبة لكم ورمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته